تختاري ايه؟ هتغني ايه؟ ممكن بقى نقول في يوم وليله. في يوم وليله، وإلام عندها ذكريات في يوم وليله دي. قولي يا إلي. بتقولي قولي. في يوم وليله كنت انا في سنه اولى في المعهد، وكنت بعمل حاجه سهره تلفزيونيه اول ما بدات خالص، الملك لير، واستوديو واحد واثنين في التلفزيون، الكنترول بتاعهم مفتوح على بعض، هو في دور فوق الاستوديو تحت قصاد بعض الاستوديوهات والكنترول فوق، فانا اعمل مشهد واجري على الكنترول عشان اتفرج على المشهد بعد ما خلص، فلقيت الكنترول هو مفتوح علينا، الاستاذ محمد عبد الوهاب وواقف بيعمل مونتاج للاغنيه لورده، فسمعتها قبل كل محمد عبد الوهاب وورده، سبت الشغل وفضلت واقفه ورا الاستاذ محمد عبد الوهاب.